احب اقوله مبروك وربنا يكرمك على قد تعبك، وان شاء الله فيلم يكسر الدنيا، وان شاء الله دوره كمان الناس تشوفه بطريقه مختلفه عن اللي شايفينه في العموم. اكيد عشان الفيلم. ايوه لسه ما شفتوهوش، هتفرج عليه زيكم بالظبط زي الجمهور. تحفه الحمد لله. عايزه اسالك بقى على مسلسل جودر، انت طلعتي فيه ضيف شرف بس انا عجبني قوي اللوك والميك اب وكنتي بازله مجهودي يعني، فكلميني عن كواليس. طبعا الكوستيوم كلها بالميك اب بكل حاجه اسلام اليكس، طبعا سبيشال افكت عظيم وعبقري، واخد وقت كتير قوي قبل ما يعملها، وكان حاجه متعبه جدا. مبسوطه قوي انا اشتغلت معاهم، مبسوطه قوي انا كنت جزء من المسلسل ده، وكان متعب جدا، من اتعب من اكتر ايام تعبت فيها في حياتي، بس اتبسطت قوي قوي بيها. كتير قوي، مبدئيا قعدنا شهور قبل ما بنعمل فيتنج، وبعد ما شهور خلصت قعدنا تقريبا من الساعه 5 الفجر لحد الساعه 12 او 1 بنعمل الميك اب، فهو اخذ وقت كتير قوي. طبعا ما عندناش اي حاجه في ايدينا ان احنا نعملها غير ان احنا ندعي لهم ونفضل نتكلم عليهم ونفضل نعلم اجيالنا ان ما فيش اي حاجه في البلد دي اسمها فلسطين، هي بلد اسمها فلسطين وعاصمة البلد دي القدس، وما فيش اي حاجة تانية غيرها. اوسكار ان شاء الله، فيلم اوسكار ان شاء الله ينزل قريب، نخلص تصوير وينزل ان شاء الله. طب عرفنا ايه ولا ما اقدرش اتكلم. ميرسي، شكرا، باي.